الو، ايوه ست نواعم، انا زلموك. البص، ايوه ست نواعم، البص اتصل بيا وقال لي انه هيعوق شويه. بقول لك يا ست نواعم، الليله دي في الفرح، ايوه الرجاله بتوعنا حبوا يجاملوني فنقطوني، وانا وشي منك في الارض. رموا النص دولار مع النقود، ايوه النص دولار بتاع التسليم والتسلم، ايوه بقوا مع النقود. ايوه حاضر هفهمك، ثانيه واحده بس، اصل الباب بيخبط. ثانيه واحده ست نواعي، جاي لحضرتك حالا. ايوه هو انت فين؟ الباب وراكي. حكم مؤاخذة ست نواعم، الخلاصة إن أنا اديت الفلوس للدعبس وسوها عليا أنا كمان. أنا عايزك بقى تلعبي عليه عشان ناخد النص دولار. الله 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 الله، ليه كده بس يا ست نواعم؟ طول عمرها قالت الذوق. إيه يا زلموكة، حصل إيه؟ قفلت في وش السكة نواعم بنت الدلالة. عملت إيه يا زلموكة مع وش النكد اللي اسمه دعبس دربوكة؟ ولا حاجة، زي كل مرة نعاش وفصال. العالم قاعد قاعد قوي قوي قوي. يا حبيبي انا قلت لك ونورتك ان انا سوا وطرست منه قبل كده. يا سلام، ده انا جبت عرقي وعرقك. امال ايه حبيبي حكاية ست نواعم بتاعتك دي؟ الرجالة رموا النص دولار مع النقود، وانا من قرفي من دعبس اديته الفلوس. وهي بقى ايه اللي مزعلها في الموضوع ده؟ اللي مزعلها انت مالك؟ انت حشريه ليه بتتدخلي ليه؟ انت مالك انت؟ خليكي في حالك. يوه، مش انت اللي قلت؟ طب افرضي انا مجنون، خليك انت العقلة الوحيده. طب بقى يلا يا حبيبي، ما تسوقش الهباله واديني عرقي. هديكي، حاضر. امسكي، ادي واحد اتنين تلاته. أيوه. اربعه خمسه، اتفضلي. يوه، وايه اللي انت لعبته ده؟ ده ضريبه المبيعات. هقاو قوي. مع السلامه يا حلوه. حكم بتاع كل يوم. المية اللي تحت، المية قطعت، الله يقطعكم. درس معاك، مش هخلص انا من الفيلم الاسود ده. اسمع سلام باحترام، لو ام جعفر اللي مليانه حنيه اللي هتخلي ضربك هيفلى ميه. اخش يا ام جعفر. صباح الخير عليكم. شكرا ام جعفر، ربنا ما قطع لك ميه يا اختي. مفيش نصيب.
ابوك الشارع علشان ابوك ملموم على شويه عيال صيع هم اللي هيبوظوا اخلاقه. عيال مضروبه وعماله تشم كله وبيعملوا حركات وحشه قوي. وفي حاجه عايز اقولها لك بس اوعى تفكر ان انا بفتن على ابوك. قول اتفضل. ابوك بيشرب سجاير. يا فضحتي. خلاص سماح عفيت عنه يا سي عبده. خلاص بقى المسامح كريم بس قول لابوك ما ينزلش الشارع تاني ماشي؟ اديك على الله. يلا يا واد يلا رضع زبالك كل هم. لقيت الورقه. ورقه ايه؟ هم نص دولار. يا ست انا واقع متشغله نفسك ليه بورقه زي دي؟ ما خلاص بقى راحت لحالها. دي نوبه شويه الفول خلينا اخلع. لا فطارك عندي. فطار ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ اه قشطه وزبده ومربى وعسل وزبده. نسمع سلام باحترام عشان خاطر الفطار الحلو اللي هنفطره عند الست نواعم. اوعى كده الحاج زمانه جاي. اتفضل يا سي عبد. نسمع سلام باحترام عشان خاطر الفطار الحلو اللي نازل. لا 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 الله الله. ايه ده كله يا استنواعي؟ ده كتير قوي والله. ده كله من خير. خير ايه بس؟ الله يخليك ويعمل بيتك. ده ولا المطاعم الكبيره؟ ايه الاكل الفل ده؟ البيت ده معانا؟ معانا يا اخويا. احنا هنكون سارقينه يعني؟ كل ده تبعنا كله معانا. كل براحتنا بقى. ربنا يخليك يا استنواعي وكتر خيرك والله. يا اخويا ده واجب يا اخويا واجب. واجب ده ايه؟ ولا الواجب اللي عملتيه معايا تحت؟ 100 100.
الحقيقه انا بقولها من وراك، ست اسد في الشارع. كان لازم اعمل كده كله عشانك يا سي عبدو. ربنا يخليك يا سي عبدو. الفلوس برضه معايا. معانا يا سي عبدو. يا سلام، اكل طعم 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 طعم. الاكل بس؟ ها؟ الاكل بس. كلك على بعض اطعم والاحلى الزيت اللي في فولك. اوعى كده الحاج زمانه جاي. أنا أقول لك عناية يا حبيبي. أيوة يا سيدي، ما أنا بفهمك أهو. براميل الزفت هتكون عندك، بس أما يجي الزفت اللي اسمه ضربولكا. أيوة يا سيدي ما تقلقش، أما يجي الزفت. مع السلامة. إلهي يرزقك ببرميل زفت يا ضربولكا. خلاص استنوا يا عم بعيد. أبي عروضة إيه يا سي عبد؟ ده أنا مستنية لما أطرد وأخرج كل السكان اللي فيه عشان أهد وأبني برج نواعم على سن ورمح. تخرجي كل السكان اللي فيه؟ اه هطردهم يوم. الله يطمنك. وانا على كده هبقى مع الترحيل بقى اللي هيترحلوا ولا ايه؟ عليك فشل فشل يا سي عبده. ده انا لما هده واطلعه برج هتقعد انت فوقيه. اقعد فوق ايه؟ فوق البرج. اما اقوم اعمل لك الشاي. اقعد فوق البرج ازاي يعني؟ مش فاهم. انا اقعد فوق وانا اتكتب عليا طول عمري يعني افضل متسطح؟ ايوه يا ست نواعم، بتقولي ايه؟ هتاخدي الواد دعبس معاك هناك؟ الله، يعني النص دولار معاه؟ برافو عليكي. بقولك ايه، انا حدي فاكس للبوس عشان يجيلك هناك. مع السلامه يا ست نواعم يا ست الكل. احمدك يا رب.